بس على فكره بقى انا زعلانه منك قوي. زعلانه من مين يا امنيه؟ بس على فكره بقى انا زعلانه منك قوي يا بابا تاني. يا حبيبتي والله انا عندي شغل كتير قوي في المكتب ومش فاضي. طب انا النهارده نازله اجيب لها طقم، مش انت كنت وعدها بالهوفر بورد؟ تعالى معانا بالمره، وبالمره كنت وصلنا رايح جاي. طب بصي يا امنيه، يوم الجمعه يا حبيبتي هاخدك واجيب لك الهوفر بورد وماما تجيب لك الطقم. لا يا بابا، فكره حلوه، ايه رايك نخليها يوم الجمعه؟ لا يا ماما، انا النهارده عايزه البس الطقم، ماليش دعوه يا ماما. وبصي يا بابا، انت وعدتني النهارده ان انت تجيب لي الهوفر بورد، ما ينفعش تضحك عليا. خلاص يا امنيه، انزلي مع مامتك جيبي الطقم، وانا يوم الجمعه ان شاء الله هاخدك واجيب لك الهوفر بورد. بس انا والله يا حبيبتي عندي شغل كتير قوي في المكتب مش فاضي. خلاص تمام يا محمد، ماشي، خلي بالكم من نفسكم. ماشي حاضر، وانت كمان. ماشي، يلا باي باي. شفتي؟ ما تيجي نخلوها يوم الجمعه نروح نعمله كل حاجه. يا ماما انا عايزه البس الطقم النهارده، انت وعدتيني النهارده تعملي زي بابا. يبقى انت ابوكي. خلاص حاضر، هاخدك وانزل. مين حبيب ماما اللي طلع الاول؟ انا يا ماما. مين اللي هجيب له احلى طقم النهارده؟ انا يا ماما. تعرفي كمان، تعرفي انا طلعت الاولى ليه؟ ليه؟ عشان انت بتذاكريني يا ماما، انت السبب. انت جميله كوكي انت والله. يلا بينا. يلا بينا. مستعديه؟ طبعا. يلا بينا. مش هي دي عربية بابا؟ ايوه هي دي، عشان هي مرسوم عليها الجمل، وكمان مفيش غير العربية الصفرة دي اللي مرسوم عليها الجمل في اسكندرية بس. ابوكي بيضحك عليا ولا ايه؟ ده لسه قايل لي اللي هو في المكتب وفي الشغل وعنده شغل كتير. تعالي تعالي بسرعة، تعالي شوفي رايحة فين العربية دي. تعالي. الحلاوه دي يا باشمهندس، والعربيه الجميله دي يا باشمهندس، الله الحلاوه دي يا باشمهندس. الف الف مليون مبروك، الف مليون مبروك على العربيه الجميله. شكرا عم محمود، شكرا. امسحها لك واظبطها لك واغسلها لك. انا هجيب حاجه من فوق ونزلها. امسحها لك بالعبايه لو عاوزها يا باشمهندس. عم محمود ماشي يا باشمهندس، الف الف مبروك يا باشمهندس. عم محمود سيبها خلاص. الله يلوحش يا باشمهندس، ده عربيتك يا غالي، والله فرحت لك من قلبي. عربية بابا. هي صبري طيب. ايوه ايوه. صاحب العربية دي؟ صاحب العربية؟ ايوه. الباشا الكبير بتاعنا طلع شقته فوق. شقته؟ ايوه شقته فوق. شقته ايه معلش؟ شقته فين ولا بيعمل ايه فيها دي؟ في الدور الاول اهو فوق. طلع يعمل ايه فيها؟ طلع عند مراته. اقول له ما تطلعش. مراته؟ يعني ايه مراته يا ماما؟ يعني ايه؟ وابوها متجوز؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ابوك يتجوز عليا يا امنيه، والله العظيم ما انا سايباه. ابوك يتجوز عليا انا، وبيضحك عليا يقول لي في الشغل، والله ما انا سايباه في حاله. ماشي ماشي يا محمد ماشي. بصي انا مش هعيش لي يوم واحد في الشقه تاني. يعني هو قاعد مع مراته، لما انا طلبت منه هوفر بورد ما رضاش يجيبهولي. تعالي تعالي نطلع، انا مش هسيبه، لازم اعرفه ان هو بيخوني، وبعد كده مش هعيش معاه يوم واحد كمان. طب يلا بينا. تعالي معايا. سيبني في عنه ضهري يا عمال. الدور الاول الشقه اللي على اليمين، ولا واحد ولا 100 ولا 1300 ولا كل الدنيا دي ولا. انا يخوني؟ ماشي ماشي يا محمد، والله ما انا سايباك. ماما ايه؟ هي اهله شقه دي ولا دي؟ قال لي الشقه اللي على الشارع، يبقى اكيد دي. طيب ماما تعرفي انا مش هكلم بابا تاني عشان زعلانه منه قوي. ماشي، ما يضحك عليا انا ويخوني بعد حب 7 سنين كليه و10 سنين جواز يعمل فيا انا كده. ماشي يا محمد ماشي. بس انا عايزاكي الاول يا ماما تساليها هو ليه عمل كده وبالراحه يا ماما. اساله؟ ماشي، ده انا مش هسيبه النهارده. شوف انا هعمل فيه ايه. تعالي معايا. تعالي. ايوه 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 ايوه، مين بيخبط كده؟ ايوه 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 يا فندم، حضرتك عايزه حاجه؟ انت بقى العروسه؟ انت مراته الجديدة؟ يا خطفت الرجالة، هاتيلي جوزي من جوه يا خطفت الرجالة. لو سمحتي بس حضرتك اكيد غلطانة في الشقة، يعني مراته خاب 6 سنين وجواز 10 سنين وعنده عروسة قد كده، هيخوني معاكي انت. ماما بالراحة، اهدي يا ماما لو سمحتي، واللي
في العماره دي كلها، هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. حضرتك دي معلش يبقى ناس الحقوني يا ناس، شوفوا شوفوا الست خطفت الرجاله، خطفت جوزي، خطفت جوزي وعايشه مبسوطه. افتحولي افتحوا تعالوا شوفوا. اكيد حضرتك غلطانه في الشقه، حضرتك اكيد غلطانه في الشقه. لا انت العروسه الجديده. ايوه هو ذوق، ده ذوق في اللبس انا عارفه. طيب مش جايب لك شقه ايه ومظبطه؟ هو مين اللي جايب لي حضرتك؟ جوزي جوزي يا خطفت الرجاله. افتحوا افتحوا يا ناس، تعالوا الحقوني الحقوني، خطفت الرجاله. والله حضرتك جايه شقه غلط، الشقه دي مش هي دي اللي حضرتك. بس في ايه بس؟ الحق يا استاذ الحق، خطفت الرجاله الحراميه اللي سرقت جوزي. في ايه الحرامية؟ الحقي اوي اوي، خلي بالك على جوزي، خلي بالك منها. دي خطفت رجاله حراميه. انا قولي لي انت ناقصك ايه؟ ما انت حلوه زي القمر، بتلفي على راجل متجوز ليه؟ يا فندم انت يا ست انت اللي انت عملتيه ده حرام عليكي، ده عنده عروسه. يا ستي بس فاهمه حضرتك خطفت في الشقه والله. خلي بالك اوي خطفت الرجاله. واحده واحده بس يا ام العروسه، واحده واحده بس. ام العروسه ما خلاص خلاص واتجوز غيرها. حضرتك ممكن تهدي؟ انت عايزه ايه؟ انت عايزه ايه؟ مش ايه هو هاتي لي جوزي يا خطفت الرجاله، هاتي لي جوزي يا حراميه. لو سمحت عايزه حاجه، دي مش ايه، دي ست محترمه. خلي بالك ضحكت عليكي بكلمتين، بكره تلاقي جوزك متجوز. ده انت كده متلخبطه والله العظيم. يا استاذ سلمى حضرتك عايزه ايه؟ حضرتك عايزه جوزي؟ عايزه جوزي انا بقى، جوزك انت. خلاص انا هديهولك. استهدي بالله بس، بالله عليكي كفايه فضايح كده، ما ينفعش ما يزقش. لا لا لا، ده انا هنزل ازفك في الشارع. عندي شغل. ثواني ماشي ماشي، خطفت الرجاله ماشي. بالراحه يا ماما، مش كده يا ماما. بالراحه، ده انا مش هسيب ابوكي ده كمان، عارفه ابوكي ده هعمله كفته كده. ماشي. احمد يا احمد. ايه يا ايه الدوشه دي؟ يا احمد في ناس بره، في واحده بره بتقول عليا كلام وحش قوي وعماله تشتم وتزعق، انا مش فاهمه هي عايزه ايه. اهدي بس يا حبيبتي، اهدي بس اللي فاهمه. انا خايفه قوي ياخد صوره مني. واحده واحده بس، واحده واحده. السلام عليكم يا جماعه. واحده واحده بس، في ايه يا استاذه؟ انت مين؟ ده جوزي احمد. جوزك احمد ازاي؟ هو ده جوزك؟ العربيه الزفره بتاعت مين اللي تحت دي؟ بتاعت صاحبي استاذ محمد، صاحبي في الشغل. مش فاهمه اي حاجه. ما العربيه الصفرا دي بتاعت استاذ محمد، انا استلفتها منه علشان اجيب اوراق من البيت. شفت يا ماما؟ مش قلت لك في حاجه يا استاذه ولا ايه؟ يعني انا جوزي محمد في الشغل. ايوه هو جوز حضرتك استاذ محمد؟ ايوه. انت بتتكلمي بجد؟ ايوه. ودي بنته امنيه. هو خير في حاجه ولا ايه؟ انا مش فاهم. اصلا انا بصراحه لقيت عربيه، العربيه الصفرا بتاعت جوزي محمد ماشيه في الشارع، طلعت اجري ورا العربيه، لقيتها راكنه قدامي انا بسأل البواب اللي تحت، قال لي دي شقته فوق ومراته فوق. يعني انت فكرت ان انا جوزك استاذ محمد ومتجوز على حضرتك؟ لا يا استاذ، حضرتك فهمت غلط، انا بس العربيه استلفتها من استاذ محمد هجيب اوراق بس من الشقه هنا عندي واروح الشغل تاني. استاذ محمد دلوقتي في الشغل يا استاذه. ينفع كده يا ماما؟ انا اسفه والله. يعني ينفع كده حضرتك طلعتيني؟ بصي حراميه وخطفت رجاله، كل ده وشتمتيني وهزقتيني بين الجيران، ينفع كده حضرتك؟ ما قصدتش، حطي نفسك مكاني. بس انا والله انا عماله اقول لحضرتك اهدي، فهميني بالراحه، اهدي فهميني بالراحه، بس ما يصحش ان انت عملتيه كده وفتحتيني بين الجيران. حقك عليا يا حبيبتي، انا اسفه والله، حقك عليا. لا لا مفيش حاجه خالص والله والله، انا اسفه والله، انا اسفه يا استاذ والله. ولا يهمك، على فكره استاذ محمد دايما بيشكر فيكي. دي بنت حضرتك بقى؟ ايوه دي امنيه بنته. انت امنيه بقى؟ ايوه. مبروك يا حبيبتي، مش نجحت النهارده في الامتحان؟ ايوه. عايز اقول لك على حاجه، بابا جاب لك هافر بورد لونه بينك. ايه ده بجد؟ جاب، وعامل لك مفاجاه النهارده، خلي بالك. الله يبارك فيك يا جماعه، والله العظيم انا الست دي كويسه ومحترمه والله. والله من الاول ميس اي زي القمر والله. انا قلت لها من الاول والله، قلت لها دي ميس اي ست محترمه جدا. استاذ محمد دوت ونعم الرجوله. خلي بالك صاحبي، بالله يا كعيب اتفضلي. والله ما يحصل. اتفضلي بس يا استاذ. اقول لك على حاجه، اتفضلي. ما تجيبش سيره جوزي محمد، مش هيسيبني. وعد وعد، مش هجيب له سيره. بس هقول لك حاجه، اتفضلي تشرب معانا. لا لا والله خلاص انا بجد والله. لا والله يلا كده يا امنيه بسرعه، يلا حبيبتي. الحمد لله حصل خير. لا معلش يا مس ايه، حصل خير. لا لا ولا اي حاجه. عايزه اعمل لك اي حاجه؟ ربنا يخليك. ازيك يا غزوله؟ عامله ايه؟ الحمد لله. غزوله العسوله، غزوله بتحبك قوي والله. ربنا يخليك يا استاذ. شكرا جدا. يلا عايزه اي حاجه؟ يلا روح الشغل. ماشي ماشي حبيبي. هو كده معلش، صوت تفاهم. الحمد لله. يلا سلام. ماشي يا حبيبي.